استراتيجيه لقناه الملتي ميديا باش اخذت هذا باش اخذت هذا الجائزه الكبيره؟ كانت في استراتيجيه من قبلكم في قسم الملتي ميديا، كيف كانت بالمقارنه انه احنا اليوم في وقت هو عصر اليوتيوب، يعني اصبح اليوتيوب كقناه قنوات كبيره، احنا في عصر الرقمنه والديجيتال، لكن قدرنا نحطوا لانفسنا حيز ونفتكوا جائزه فضيه. احكي لي على استراتيجيتكم في القسم. نعم، بخلال الصور اللي راهم المشاهدين الان في على الشاشه، يعني منذ ما جئنا يعني في خلال عام واربعة اشهر وثلاثة اشهر، يعني كان عمل جبار قاموا به الزملاء والمشرفين على هذا القسم، وكذلك الزملاء اشتغلوا عليه في هذا القسم كما ظهر في الشاشه. احنا حابين نوضعوا استراتيجيه عمل انه نوصلوا لها، وكنا عندنا ثلاث قنوات، عندنا الشروق نيوز، عندنا قناه الشروق العامه، وكذلك سي بي سي. حاولنا انه نركز على الشروق نيوز كبدايه كمرحله اولى، ثم ننتقلوا لقنوات اخرى، انه الشروق نيوز هي اخبار وغيرها. فوضعنا استراتيجيه عمل، حددنا اهداف معينه. قلنا الان عندنا قناه، عندنا صفحه شروق نيوز على الفيسبوك، عندنا صفحه شروق تي في على الفيسبوك، عندنا سي بي سي. بنا كانت نسبه المتابعات قليله، ويعني مش في طموح يعني مجمع كبير مثل مجمع الشروق. كان مثلا في صفحه الفيسبوك عندنا 150 الى 190 الف متابع، قلنا قبل نهايه العام لازم نوصلوا للمليون، هذا هو التحدي تاعنا. يعني 150 الف في ظرف 3 سنوات، احنا نرفع التحدي انه ننجزوا نلحقوا المليون في ظرف سنه. الحمد لله وصلنا لهذا المليون، الان رانا في 1,300,000 في اليوتيوب. ايضا لا يخفيك جاهدة أنه قناة الشروق نيوز على اليوتيوب من القنوات الأولى في الجزائر، يعني كافة حتى بين في وسائل الإعلام، حنا رائدين في هذا المجال ب 400,000 مشترك و 150 مليون مشاهدة. يعني 150 مليون مشاهدة يقولوا اللسان فقط، يعني صعب في اليوتيوب صح أنك تحقق بمنتوج جاد. أنه أغلب المواد التي تبث الآن على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تركز على الضحك وبعض المادة، يعني اللي في بعض الاحيان غير جاده، ولكن احنا كقناه شروق نيوز تبث اخبار وروبورتاجات تحقيقات حصص، صعب انك تنال لهذا المشاهد، لانه غالبا ما المشاهد الجزائري يحب يشوف الفاريتي، لكن نعم. انك ترتقي بالعمل الخبري النيوز نعم خالص ويحقق نسبه مشاهده عاليه، هذا دليل على جديه نعم. العمل وعلى جديه المتلقي وعلى جديه استراتيجيه القناه نعم. ايضا في وضع النيوز في نعم. مرتبه اولى. نعم، انا كما قلت لك سهل جدا انك انا اشتغلت مثلا ولا مع الزملاء اشتغلنا في مؤسسات واحدة أخرى، وكانت عندنا صفحات، يعني عندنا يعني خبرة معينة في هذا المجال. من خلال مثلا هذه المواضيع تاع المنوعات والضحك تقدر تجلب مشاهدين، ولكن من خلال أخبار، من خلال حصص جادة، يعني موضوعها مواضيعها ثقيلة، صعب أنك يعني تجذبي مشاهدين. احنا وضعنا استراتيجية كيف نصل إلى المشاهد الجزائري، كيف نصل إلى المتابع الجزائري ورواد مواقع التواصل يعني الاجتماعي في الجزائر. نعطيك مثال مؤخرا فقط، انه لو نشوفوا مع الاحصائيات اللي راهو يشوفوها المشاهدين، لو نشوفوا المقارنه فقط، مثلا شروق نيوز القناه الوحيده، واقولها يعني وانا متاكد من هذه المعلومات، القناه الوحيده وين وصلوا نسبه مشاهده فيديوهات واحده في ظرف 24 ساعه تجاوزت المليون، لم تحققه ولا اي مؤسسه اعلاميه هنا. يعني هناك بعض البودكاستر وبعض ما يعني والفنانين وغيرهم كيديروا كليب مثلا يوصلوا مليون في نهار، ولكن مؤسسه اعلاميه، يعني منتوج اعلامي جاد، يعني محتوى جاد ورقي، انك توصلي في مليون. فاحنا في الشروق نيوز ما لا يقل عن 5 إلى 10 فيديوهات في ظرف شهرين فقط، يوميا عندنا مليون مشاهده لفيديو واحد. عندنا مثلا في من 2013 2016 2017 كان عندنا في قناه الشروق نيوز على اليوتيوب كان عندنا 33 مليون مشاهده فقط. من نهاية 2016 إلى الآن عندنا 115 مليون زيادة، ما يقارب 120 مليون، يعني بخمسة أضعاف اللي تطورنا في هذا المجال، يعني من 30 مليون إلى 120 مليون. فهذا من خلال مجهود الزملاء، من خلال مجهود الزملاء، من خلال مجهود كل رؤساء الأقسام ورؤساء التقرير، لكن تحت قيادة الرئيس المدير العام لمجمع الشروق.